السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابتنا الأعزاء، يا رب إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة. بهذا الفيديو راح نتكلم عن موضوع جديد عن المضخات وأنواعها والبرفورمانس مالتها. فبالبداية راح ناخذ نبذة مختصرة عن المضخات، كيفية عمل المضخات، أنواعها، البوم أند توربينز، وكذلك نحل الأمثلة للمسائل الخاصة بهذا الموضوع. البوم مثل ما تعرفون هو very important equipment نستخدمه لنقل السوائل أو السلوريز من نقطة إلى أخرى، وهو عبارة عن mechanical device. هو mechanical device اللي يعطينا energy للليكويد بحيث نقدر ننقله بضغوط عالية للتغلب على كل الفراكشن وعلى مود نحصل على بريشر اللي نريده لليوصل للاند بوينت اللي مطلوبه. هناك نوعين من المضخات، هي سنترفيوجل بوم، بوزيتيف ديسبيسمنت بوم، اللي تحدد من قبل مهندسين حسب التطبيق المطلوب وحسب الليكويد اللي نحتاج ان نقله. كيفية عمل المضخات مثل ما تشوفون هذه مثل سنترفيوجل بوم، هو عبارة عن السكشن اللي من خلاله يدخل الليكويد، السكشن انلت او الانلت اللي من خلاله يدخل الليكويد اللي عندنا الى المحور، محور المضخة واللي يدخل ويكون الليكويد داخل الكيسين، المكان اللي يحتفظ به الماي، الليكويد داخل المضخة نفسها. ومثل ما تشوفون ان هو اكو فان داخلي اللي عن طريق دوران هذه القوة الدافعة او الفان راح ينطينا طاقة حركية للليكويد، واللي تحول جزء كبير من عندها الى ضغط، طاقة ضغط، فتسبب ضغط واللي يسوي الفلو عندنا من الديسشارج بوينت او الاوتلت. هنا منطقة السكشن راح يكون الضغط باقل مستوى اللي عنده، وبينما بالديسشارج يكون اعلى نقطة ضغط. هذا الفرق بالضغوط اللي يساوي لنا الفلو بالسكشن. بناء على الكومبوننت الداخلي، هذا الامبلر الموجود داخل المضخة، راح نقدر نقسمها الى انواع. عندنا اول وحدة هي بوزيتيف ديسبيسمنت بوم، واللي هي عبارة عن مكبس يكون داخل البستم، مكبس داخل الاسطوانة، استخدامه قليل، بورتبل عادة يستخدم مكانات كمثل الغطاسات نستخدمها للتفريغ او مكانات معينة نحتاجه، واللي يكون عن طريقه fixed volume of fluid كل سايكل راح ينطينا كديسشارج. عندنا انواع مختلفة من البوزيتيف ديسبيسمنت بوم. عندنا الروتري، الدوارة اللي تكون عن طريق اللي بيها انواع، هي الجير والسكرو والروتري. مثل ما تشوف هذه المسننات عن طريق دوران المسننات راح يسبب لنا ضغط للضغط وزيادة الفلو بالليكويد، او ريكبروكيتنج تايبس اللي هي النوع الترددي يسمونه، واللي هي انواع بلانجر، بيستن، دايافرام، او سيركمفرنشال بيستن. والنوع الثاني الخطي اللي هو الرو بومز والتشين بوم. بالنسبة للنوع الثاني من المضخات، احنا تكلمنا عن البوزيتيف ديسبيسمنت بوم، النوع الثاني من المضخات يسمونه دايناميك بوم، وهو واللي يتقسم الى نوعين، كلاسيفات للسنترفيوجر بوم او القوة الدافعة او سبيشال بوم. القوة الدافعة مثل ما تكلمنا هو عبارة عن روتري ماشين، واللي تكون بيها الانلت والكيسينج اللي يخزن بيه الماي، والامبلر اللي يدفع الليكويد للخارج، مثل الماطورات اللي عادة نستخدمها بالمنازل لزيادة ضغط الماء وزيادة الهيد اللي يكون عندنا الانرجي للليكويد. السنترفيوجال بوم اللي نقدر نقسمه للاكسيال فلو
واللي يكون الفلوبي براوت للشافت مع الامبلر، او الميكس فلو اللي يكون بيه الاكسيال بلس الزاوية اللي تكون عندنا اللي راح نتكلم عليها. بالاكسيال فلو راح تكون عندنا هاي فلو، الفلو عالي، اللو بريشر بومبس which lift fluid in a direction parallel to the impeller shaft مثل ما قلنا. بالنسبة للميكس فلو اللي يكون بها راديال and axial component، بالميكس فلو بام اللي فلو راح يكون ميديوم، والبرشر ايضا يكون عندنا ميديوم. عندنا الراديال فلو الطريق النوع الثالث، راديال فلو بام are high pressure low flow pump which accelerates the fluid along the impeller plates perpendicular to the shaft. الأماكن اللي نقدر نستخدمها typical centrifugal pump مثل ما تشوفون هنا عندنا axial flow pump اللي يكون بيها discharge parallel to the shaft of the impeller. وأيضا هناك عندنا نوعين من البومبس اللي هي single stage pump or multi stage pump. السنجل ستيج بوم اللي يكون بيها عندنا سنجل امبلير قوة دافعة واحدة او مروحة واحدة، بينما المالتي ستيج اللي يكون بيها سيريز مجموعة مراوح او فانات او مسننات مثل ما تشوفون بالامثلة بالصورة قدامكم. وهاي نستخدمها بالمالتي ستيج بوم اذا نحتاج الى لارج بومبينج هيد are required، لان يكون القوة الضاغطة عالية مطلوبة. بالنسبة للانرجي line of liquid flow through turbine drop down directly due to consumption of energy، مثل ما تعرفون ان من نخلي توربين على راح يقلل لنا من الهيد انرجي اللي راح يستخدم الانرجي للفلويد، بينما من نخلي بالسيستم مضخة بومبينج راح يسوينا رايز اب دايركتلي للانرجي للفلو واللي تسمونه هيد بامب. معادلة برنولي اذا نقدر نشوف الانرجي اكويشن، في حالة ان هو عندنا الهيد بامب راح يكون بلس للمنطقة رقم واحد، بينما في حالة التوربين راح يكون عندنا ماينس مثل ما راح تشوفون. بالايديال فلو اللي احنا قلنا اللي اخذناها بالسمستر الاول، الايديال فلو احنا هملنا بيها اللوسز، فيكون عندنا بالنسبه للهيد بامب الهيد بريشر زائد كينماتيك فيسكو كينماتيك انرجي زائد زد 1 الهيد زائد هيد اوف بامب مثل ما قلنا يساوي لنا بي 2 اوفر جاما زائد في 2 سكوير اوفر 2 جي بلس زد 2. بس بالريال فلو اللي هو احنا الكونسيرن مالتنا على مود نكمل فلو كومبريسبل فلويد، واللي ناخذين نظر الاعتبار الماينر والميجر لوسز، فعندنا معادله برنولي مثل ما راح تشوفون تكون بلس هيد اوف ذا بامب بلس ذا ميجر ماينر لوسز اند ذا ميجر لوسز. بينما من ناحية التوربين البام عندنا يزيد لنا بالهيد بريشر، بينما التوربين راح يقلل لنا الهيد بريشر، فراح تكون عندنا بي 1 اوفر جاما زائد في 1 سكوير اوفر 2 جي بلس زد 1 بهذه النقطة ماينس هيد اوف توربين راح يساوي لنا البي 2 اوفر جاما في 2 سكوير اوفر 2 جي بلس زد 2 بلس الماينر لوسز زائد الميجر لوسز اللي صار عندنا بالبايب. هذه تمثل لنا مثل ما حكينا بالمثال السابق، بينما الافشنسي اوف ذا توربين يساوي لنا ماينس جاما كيو اتش، بينما التوربين باور سوري بينما البمب باور راح تكون جاما كيو اتش بالنسبه للباور اوت. الافشنسي باور اوت اوفر باور ان مثل ما تطرقنا لها بالسمستر الاول، والافشنسي مال التوربين نفس الشيء باور اوت اوفر باور ان.
ناخذ مثال بسيط عن الموضوع اللي نقدر نحصل على الديسشارج ان ذا سيستم. عندنا سيستم تانك 1 تانك 2، منطينا الاليفيشن بالتانك الاول والاليفيشن بالتانك الثاني، والابعاد منطينا للانبوب اللي هي 1000 متر، بايب 40 سنتيمتر بالدايمتر مالته، الفراكشن لوزز 0.015، وعندنا بالسيستم بايب وعندنا بند مثل ما تشوفون والار للبند ار اوفر دي يساوي لنا 1. يريد من عندنا الديسشارج. على مو نحصل على الديسشارج لازم عندنا الهيد اوف ذا بام. فنجي نشوف السؤال، البروبلم ديفينيشن، بام هاز ذا هيد فيرسس ديسشارج كيرف شون ان ذا فيجر. هذا عندنا الهيد اوفر ديسشارج، ذا فراكشن فاكتور از اف 0.015، منطين الفراكشن فاكتور اللي نستخدمها الميجر لوسز، ويريد من عندنا الديسشارج. فاول ما نبدي نسوي الانرجي ايكويشن بين بوينت 1 اند بوينت 2، واللي مثل ما تشوفون السؤال في 1 اوفر جاما بي 1 0 اللي هو الاتموسفير بريشر، في 1 سكوير اوفر 2 جي از ويل 0، الزت 1 هو منطقة الاليفيشن 200 بلس هيد اوف ذا بام اللي ما موجوده مجهوله، يساوي لنا بي 2 اوفر جاما في 2 سكوير اوفر 2 جي بلس زت 2 بلس summation of the head losses. ال head losses اللي عندنا بهذا السؤال هي ال key entrance، ال entrance هنا اللي زائدا ال bend اللي موجودة عندنا وال exit اللي موجود عندنا هنا plus ال FL over D V square over 2G اللي جاية من ال fraction pipe، واللي يكون مختصرها أو مجموعة ال collection مالتها. أخذنا ال V2 square over 2G out out and plus FL over D زائد key entrance key bend or key exit. ال entrance مثل ما تكلمنا بالمحاضرة السابقة نقدر نحصلها من الجدول، فبما ان هو 180 درجة ال key point 5 ال key over the bend من التيبل راح تشوفون مال ال key bend، بما ان R over D يساوي لنا 1 فنقدر نحصل على ال key bend 0.35، ونفس الشيء بالاكزيت حصل من الجدول راح يكون عندنا يساوي لنا 1. فالهيد اوف ذا بام يساوي لنا الدفرنس بالدفرنس بالهيد اللي هي 230 ناقص 230 زائدا الاف ال الكيو سكوير اوفر 2 جي اي سكوير. ليش ان الفي سكوير هي الكيو اوفر اي، بما انها في سكوير كيو سكوير اوفر اي سكوير على ال 2 جي، زائدا الاف عندنا مطينا بالسؤال ال اللي هو 1000 متر اوفر دي اللي هي 0.4 سنتيمتر 40 سنتيمتر اللي يساوي لنا 0.4، زائدا الثوابت اللي حصلناها من الانترنس من البيند ومن الاكزيت. راح نحصل علاقه ما بين ال اتش بي والكيو، وهو مطينا بالسؤال هذا الكير نقدر نعوض عن الكيو، بما ان هو علاقة بها متغيرين نقدر نعوض عن الكيو بالصفر، راح يعطينا ال اتش بي 30، بينما بوينت 1 شوف مثل ما تشوفون بالجدول بوينت 1 31 بوينت 3 بوينت 2 35. فنقدر بهذه الحالة نحصل على ال discharge versus discharge versus head، واللي يكون مطابقة مثل ما موجود عندنا بالسؤال. المثال الثاني عندنا توربين. A water turbine is connected to a reservoir as shown. The flow rate in the system is 0.14 cubic meter per second. What power can be delivered by the turbine if the efficiency is 80%? Assume a temperature of 21 centigrade. عندنا ريزرفوار ورابطين عليه توربين ومطينا المسافة ودايمتر اوف ذا بايب ومطينا الاليفيشن ومطينا اوسو توربين افشنسي بلس الديسشارج. فيريد من عندنا الباور، الباور اللي نحتاجه نجهز توربين اذا عندنا الافشنسي از 80%.
اول خطوه نسوي الانرجي كويشن بين بوينت 1 و بوينت 2، فالبي اوفر 1 اوفر جاما بلس بي 1 سكوير اوفر 2 جي بلس ذات 1 بلس هيد اوف ذا بام يساوي لنا بي 2 اوفر جاما بلس بي 2 سكوير اوفر 2 جي زائد زد 2 زائد هيد اوف ذا توربين زائد الهيد لوس. الهيد اوف ذا توربين بالتبسيط المعادله راح نحصل على نفس الشيء مثل ما تشوفون زد 1 ناقص زد 2 ناقص في 2 سكوير اوفر 2 جي ماينس اف ال اوفر دي زائد سميشن اوف ذا فراكشن فاكتور الكل مضروب في الفي سكوير اوفر 2 جي. لازم احنا بالمعادله هاي لازم نوجد عندنا الفيلوسيتي السرعه، بما ان هو عندنا الديسشارج وعندنا الدايمتر اوف ذا بايب نقدر نحصل على الفيلوسيتي اللي هي 1.98 متر اوفر سكند رينولد نمبر، والروفنس اذا حصلنا على رينولد روفنس نقدر نحصل من المودي دايجرام ال الفراكشن فاكتور. بالنسبة للماينر لوسز الكي اوت 0.5 الكي ان يساوي لنا 1، فبهاي الحالة نقدر نحصل كلها معروفة، الاف معروفة، الكي اوت معروفة، الكي ان معروفة، الفيلوسيتي معروفة، بهاي الحالة نقدر نحصل على الهيد اوف ذا توربين. حصلنا على الهيد اوف ذا توربين الافشنسي عندنا، والافشنسي الباور اوت يساوي لنا الافشنسي تايمز باور ان، الباور ان هي جاما كيو اتش توربين، اتش توربين حصلنا، الديسشارج عندنا، الجاما عندنا، والتوربين افشنسي عندنا، بهاي الحالة نقدر نحصل على الباور اوت واللي يساوي لنا 29116 واط، واللي يساوي لنا 29 كيلو واط. عندنا المثال الثالث والاخير، water at 20 centigrade is to be pumped through 2000 foot of pipe from reservoir 1 to 2 at a rate of 3 cubic foot per second as shown in the figure. If the pipe is cast iron of diameter 6 inch and the pump is 75%, what horsepower pump is needed? احنا عندنا بهاي الحالة عندنا مضخة وعندنا درجة حرارة وعندنا الديسشارج وعندنا length of the pipe والtypes of pipe cast iron وعندنا diameter وعندنا الافشنسي ويريدون عندنا الهورس باور الباور بومب. نفس الشيء بما انه عندنا الديسشارج نقدر نحصل على الفيلوسيتي والدايميتر. حصلنا على الفيلوسيتي، حصل على رينولد نمبر، الروفنس اللي هي يا اما كي اس اوفر دي او اي اوفر دي اللي هي نفس المصطلح، واللي من عندها نقدر نحصل على الفراكشن فاكتور من المودي دايجرام. نسوي الانرجي اكويشن بين بوينت 1 و بوينت 2، فراح نحصل على الهيد اوف ذا بامب دلتا زاد زائد اف ال اوفر دي في سكوير اوفر 2 جي واللي يساوينا تقريبا 450 فوت. فبما ان هو عندنا الافشنسي وعندنا الهيد اوف ذا بامب نقدر نحصل على الهورس باور بامب. وصلنا من نهاية المحاضرة، شكرا جزيلا، وتقريبا هذه آخر محاضرة بهذا السمستر، أشوفكم على خير.